اهلا بكم جميعا في هذا اللقاء الجديد رمضان مبارك واخا راكم فيقتوني <applause> كنت باغا شي شويه سورتو ما لا قهوه لا والو مي بون كل حاجه فيها الخير مزيانه كنتمنى انكم كلكم على خير اهلا رضوان نسرين عبد عبد العاطي سي محمد تحيه عزوز اهلا بكم كلكم في هذا النهار من نهار من هذه الشهر الكريم ان شاء الله يدخلوا عليكم ربي بالصحه والعافيه ويتقبل ربي العبادات ديالكم والنوايا ديالكم ان شاء الله ويجعلوا مغفره للذنوب المهم غادي قبل ما غادي نكملوا القصه كاين واحد واحد السيد هو هنا ولا السيده ما عرفتش التحيه كي كيكرروا كي هذا السؤال شنو هي احسن طريقه صحيحه للمراجعه دابا الانسان كل واحد عنده واحد كل واحد كيفاش كي, كي يستوعب المعلومات ما كاينش طريقه واحده كاين الانسان اللي عنده ذاكره قويه اي دونك تيكون تي عنده بسهوله يقدر يحفظ ويعقل على لي شوز كاين انسان اللي كيم ما تيتذكرش مزيان كما كنت انا ما كنت مزيان ولكن داكشي علاش اختاريت ندير الرياضيات لان الرياضيات واخا ما تذكرش الحاجه يمكن لك توصل لها بعقلانيه ولكن على العموم شنو خص وليداتنا يعرفوا خصهم يعرفوا بانهم احسن طريقه صراحه اللي حنا ما تعلمناهاش بزاف في المدارس المغربيه هو انك تكون تخدم بوحدك تكون عندك المبادره بوحدك آه كاين ناس ما تيقدروش بحال دابا ولدي مثلا مره مره تي يقول لي خصني شي واحد يعاونني راجع معايا دونك عندنا كان عندنا دي اونلاين كيعاونوه كي, كي عونوه من بعد كيلقى كي بانه صافي راه فهم يعني على العموم انا ضد المراجعه آه لان المراجعه كت كت كتدفع الانسان انه يتوكل ولا يتواكل على الاخر شنو هو اللي معقول اللي معقول هو انك تخدم بوحدك يعني انا كانت الطريقه ديالي هي هذه قبل ما كنمشيو للدرس وهذا الشيء سورتو في الكليه في ذاك داك الشيء كان ماشي مهم ما كانش شي حاجه زعما كومبليكي بزاف الماط راه كتحاول تخدم ملي كتمشي للدرس وكتسمع الاستاذ كتحاول تخدم ماشي غير ذاك الشيء اللي عطاوك ولكن كتمشي تشوف كتب اخرين حنا ذاك الساعات كانوا عندنا ما كانوش عندنا مي كنت كنمشي كنقلب على كتبات من فرنسا وهذا لان لا ما... كوزين ديالي كان عندها اكسس ليهم وكانت كتقرا في ديكات دونك كنت كنمشي وكنحاول ن... ندير بلوس دو دي... ديكزيرسيس ولا دو دي بروبليم كو داكشي اللي تيعطيونا ولكن ملي كتوصل للكليه سورتو انا من... من دوك الناس اللي كنشجع ان الناس يمشيو يقراو بوحدهم غادي تعرف شنو هي اللي... شو كنت كندير انا لان ما كانوش عندي امكانيات كبيره كنت كنمشي في الصيف وكان ندير فوتوكوبي لكاع دوك الكتبه اللي كنعرفهم عندهم علاقه باغ اكزومبل بالفيزيك كوانتيك الميكانيك كوانتيك وكنخرجهم وكنطبعهم وكيبقاو عندي مطبوعين وكنبدا نقرا بيان سور انت في الكور غادي تقرا على حاجه محدده لان ما كاينش الوقت انفيني باش انك يقراوك كلشي ولكن اهم حاجه هو الانسان ما ما يديرش بضاعتنا ردت الينا اكيد ان ذاك الكور اللي كيتعطاك خصك تفهمه وتستوعبه ولكن ذاك الكور كيبقى ماتيريال ليميتي باش تفهم سميتو كما كنقولو البيك بيكتشر الصوره الكبيره كيخصك تقرا على حاجات متعدده والانسان وقتاش يتعمق الفهم ديالو الوقت اللي كيبدا يلاقي الامور لان يعني كتقرا شي شويه هنا وكتقرا هنا مثلا الميكانيك كوانتي كتقرا هنا من بعد كتقرا شويه الفيزيك نيوكليير هنا ولكن ملي كتبدا تلاصقهم وتشبك المعلومات ديالك يعني حتى لي ديالك في في الدماغ ديالك ملي كيكونوا الذكاء الانسان والقدره ديالو على الابداع والسي مرتبطه بشحال عندك ديال الكونيكسيون في لي نورون اللي هما عندك في الدماغ ديالك ودونك سي تري امبورطون ان الانسان يبقى ديما ما كاينش غير تنوجد الامتحان هذيك تنوجد الامتحان مزيان خصك ديما تكون كتوجد الامتحان ماشي حتى يقرب الامتحان اي دونك اهم حاجه هو ان الانسان يحاول يقرا الدرس قبل ما يمشي يحضر له كتقراه بوحدك وملي كتكون كتقراه بوحدك غادي تطور اسئله اللي هي ما مرتبطه لان الاستاذ عادي ملي غادي يجي يقري كان غادي غادي يوجهك لك اللي بغا هو يوجهك ليه وبزاف د المرات سورتو في الكليه وداكشي الشيء المسائل اللي هو كونفورتابل بها اللي غيقدر يشرحها لك ولكن ما كيش انسان واحد كونفورتابل باش يشرح لك كل شي. لان انسان سورتو ملي كتطلع ال الكليه ولا كدير البحث العلمي كتكون مركز على واحد الحاجه معينه وكيولي اختصاص كبير وما كتبقاش عندك ذاك القدره انك تفهم كل لان كل شيء كيكون معقد دونك باش ما نطولش عليكم اهم حاجه هو ان الانسان يعتمد على نفسه ويحاول انه يستوعب المعلومه بوحده يعني دابا عندكم عندكم ديكور في يوتيوب عندكم سميتو مراجع متواجدين كاين ويكيبيديا على الاقل باش تعطيك واحد النظره على شنو كاين تما ماشي غير داكشي شويه اللي قريتي وداكشي اللي قريتي مثلا ديما حاول تسول راسك فاش هادشي كيمكن له هذه هي احسن طريقه المراجعه احسن طريقه المراجعه هي انك تدرس باش تستوعب وباش تفهم اكبر عدد ممكن من المعلومات بغض النظر على الامتحان ولا شنو غادي يعطيوك وبيانسيغ باش تقدر دير هاد الشيء راه خصك تكون مسخر حياتك لقرايتك لان القرايه الا عطيتيها 50% ما تعطيك والو كتعطيها 100% ودي فوا الله كتعطيك واحد 80% دونك القرايه خصها تكون طريقه ديال العيش ديالك انت طالب هذيك هي خدمتك هي انك تطلب العلم مهما كان العلم واخا العلم اللي ما كتفهموش واللي ما كيعجبكش لان بزاف المرات ما كيعجبنيش هذا لان الاستاذ ما مزيانش لانني انا ما كنكونش مرتاح في الفهم ديالي لهذه المساله لان كتجيني صعيبه دونك الحاجه اللي كتجيك صعيبه هي اللي خصك تبعها باش تستوعبها لا ميم شوز ملي كتكون كدير الرياضه مثلا كتعوم غتبدا تعوم المره الاولى غتقدر دير 50 متر بلا ما توقف صعيب عليك دير 200 متر ولكن الا بقيتي سمحوا لي كتدرب ما تقدر دير 200 متر دونك غنقدروا نخصوا حلقه هذه المساله هذه دي بلي ديتاي ولكن بما انها كتكرر انا حاولت غير نطرق ليها دونك خلينا القصه المره الاخرى وسمحوا لي انا كنشوف لي السلام ديالكم السلام كله مردود وكنرجع نقرا هاد الـ هاد لي كومونتير وفريمون كيفرحوني دونك ما غاديش نبقى نحبس باش باش نتكلم معاكم باش نسترسل في, في القصه ونقدروا نديروا شي شي مره ما يبين خصو شي ساعتين باش نكون كنتفاعل معاكم اونلاين يعني وجدوا الاسئله ديالكم ولا رسلوا لي الاسئله ديالكم انا صيفط الايميل ديالي الخاص ملي كيتصل كي بيا شي حد بشي حاجه اللي هي مرتبطه بالقرايه ولا باغي يفهم شي حاجه ولا هذا كنعطيه الايميل ديالي للخدمة الخدمه ديالي لان لاسيستونت ديالي جيما كتقدر تعاون انها ت... لان لان فريمون ديالي كالندرية عامر اي دونك هي م... كتحاول تدخل هاد اللقاءات مره مره اه ولكن انا بالنسبه لي راه جو سوي كوميتد انا يعني نتوما هو عندي حاجه مهمه يعني ماشي شي حاجه راه راه ربي اللي علم ما تنطلب هادشي ما كنرجو منه حتى حاجه غير باش نكونوا واضحين لان الحمد لله انا هاد الدنيا هادي حتى الا مشيت بحالي غدا الحمد لله ما بقات حتى شي حاجه فيها اللي اللي فريمون كت كنبغي نوصل لها دابا اكيد ان عندي حلم اخرى واهداف اخرى الى بقى في العمر بقيه ولكن الى الى ربي دانا الحمد لله والشكر لله حياه مليئه ما عنديش ما بقاليش فيها شي حاجه اللي فريمون باغا نوصلها ولا باغا هادشي فريمون كنديرو راكم بحال وليداتي وربي اللي شاهد لان حتى انا كبرت بواحد الطريقه يتيمه وكانوا ناس اللي ما تيعرفونيش يعني ماشي من العائله وكانوا ناس كيبروا بيا وطيبين اي دونك انتو ما كذلك ملي تيدير معاكم الانسان شي حاجه مزيانه ديروها مع الاخرين هذا هو كيفاش الانسان يرد الجميل لان الجميل تردو لله سبحانه وتعالى لان بنادم راه غير مسخر دونك انا لا ارجو ما كنرجوش حتى شي حاجه من هذه الدنيا صراحه الحمد لله الحمد لله الحمد لله اللي ديما كنت كنقول يا ربي تجعل اخرنا احسن من اولنا وكل ما كتزيان كنقول مع راسي صافي راه قربت نمشي المهم كل محبه وتقدير لكم وكان ما كناخذش انا هذه المتابعه ديالكم وهذا الحضور ديالكم بالشيء الهين هذا الشيء بيناتنا محبه لوجه الله ومحبه في الله ولا نتوما يعني زعما المتابعه ديالكم راها زعما عن, عن, عن حب وعن طوائيه وكنتمنى انني نضيف شي حاجه لها القيمه لان ملي كتعطيوني من وقتكم ساعه راها مهمه ساعه ما هيش سهله المهم آه نرجعوا للقصة ديالنا اللي هي غادي تطوال انا ما فهمتش انا كيفاش هاد القصه بدات كطوال ولكن صراحه في القصه هادي البارح كنت كنتفرج في الفيديو دل المره الاخرى المهم غير انا وتجيما هنا في الدار غادي نرجعوا بحالنا غدا ان شاء الله وكنتفرج وتجيما بيان سور ما كتفهمش العربيه وكنتفرج على راسي وكالسه كنتصنت <تصفح> وتجيما كتطلع لي وش واش هادي كتشوف راسها ولقيت راسي جالسه كنتبع فريمون نسيت بانني انا راه كنتفرج في راسي <applause> المهم سالت القصه المره الاخرى اننا الحمد لله عطاوني الخدمه في امريكا وان خصني نرجع ديك الساعه تبقات لي واحد اربع شهور و... ون... ونرجع ال... من بعد نرجع لامريكا اي دونك جيت بحالي لفرنسا فرحانه عاجبني الحال كنقول لهم صافية راني غنمشي غنكمل التيز ديالي ديك الساعه كان في جويي وانا درت سوتونس دو تيز ديالي في, في اكتوبر عام 99 اي دونك سمحوا لي عندي دي نوت هنا في هذاك الوقت هذاك كان ابراهيم حتى هو كيوجد الزوج ديالي كيوجد كيوجد باش يدير ديفونس ديال الدكتوراه ديالو المهم جاو عندي ذاك الوقت خوتي مهدي وحمزه وهما خوتي صغر مني مهدي صغر مني بعشر سنين وحمزه صغر مني ب 15 عام وبحال وليداتي انا اللي ربيتهم مع ماما وبابا والمهم اللي الوالد كان توفى وهما عمرهم 10 سنين و15 عام اي دونك جو قبل ما نمشي بحالي من فرنسا نجيبهم يشوفوا فرنسا المهم ركبوهم في الطياره في الرباط وتسنيناهم حنايا في المطار وراه واحد التصويره من دوك التصويرات اللي حطيت المره اللي فاتت فيها التصويره ديالي انا وابراهيم ومهدي وحمزه وواحد البنيته اللي هي بنت واحد لا فيزيسيان كانت معانا وديك لا فيزيسيان عندها دار كبيره وسافرت وعيطت لنا لك راه الدار كبيره دونك انتم جالسين غير في بيت وكوزينا بجوجكم مع ديك الساعه كنا تزوجنا الفرنسيين ملي كتكونوا دي زيتيديون بجوجين عطاونا واحد ل... جوج بيتات ماشي حتى جوج بيتات انتري وفي قلب منها بيت وكاين كوزينه صغيره فيها شي جوج مترو على جوج مترو و... و... وحمام وهذا كان في واحد لي زيتيديون محل لي زيتيديون في أنطوني قريب الاي او بي الناس اللي ساكنين في فرنسا المهم قالوا لنا اجي في هذه الدار هذه واحد الشهر كبيره وهذه يمكن لكم تحضيوها لنا اون ميم طون دونك مشينا جلسنا وديك الوقت جاو خوتي ودابا اول مره غياخذوا الطياره باقي باقي صغيورين المهم تسنيناهم وجبناهم وكانت تجربه مزيانه لان انا كنت كنخدم كان ملي كنمشي في الصباح ما كنرجع حتى الاخر الليل في الخدمه من ديك 8 الصباح حتى 12 الليل وهما كيبقاو مع ابراهيم دونك ابراهيم تا هو كيمشي الخدمة بالحق كيرجع كي بكري وكنا كنعطيوهم واحد الخمسين 50 فرانك اللي هي خمسة اورو ولا ستة اورو جو سي ديك الساعات كان باقي ما تبدلش الأورو، وتنقولوا لهم فوالا ها عندكم هاد الفلوس خرجوا دوروا شويه المهم هادي عنده 15 عام ديك الساعات وعجبهم الحال كيخرجوا كيمشيو يلعبوا الكره وكيتساراو هادي ومن بعد كان ديوم لي موزي باش يشوفوا دي شوز وكانت مزيانه وكيحسوا حسوا بواحد لانديبوندونس وزعما كنشوف فيهم وتنقول سبحان الله العظيم دابا المهم حنا كبرنا في المدينه في بوقرون حالة على قدها وغتخرج غتخرج شنو تلعب ما كناش كنخرج اليوم يخرجوا يلعبوا على الاقل في وقتي انا ما كيخرجوش يلعبوا برا ولكن كنقول مع راسي شوف سبحان الله العظيم حتى البيئه هنا ملي جاوا تبدلوا ولاو شويه كيعتمدوا على نفسهم كنا كنضحكوا شويه على حمزه خويا الصغير لان كنا مشينا بيان سيغ ماكدونالد كانت هي الماكدونالد عندنا في المغرب ولكن ملي كتجي وكتلقى هنا ماكدونالد في امريكا فريمون كي ديال الفقراء يعني هنا غادي خمسة دولار اللي هي ماشي شي حاجه تقدر تاخذ بها جوج الهامبرغر وفريت وهذا المهم في فرنسا شي شويه ماشي ديال الفقراء المهم ديناهم الماكدونالد ومن بعد قلنا له قلت لحمزه وصاف سير للتواليت وحمزه مشى للتواليت وبقى كيتسنى كيتسنى حمزه عنده 10 سنين ذاك الساعه راه نمشي جو سوي راه هو كيتصنت ليا قلت له المهم ومن بعد قلت لابراهيم سير شوفو مال راه شتو تعطل لقيت ابراهيم واقف في الباب وما بغيش يدخل وتيقولوا علاش ما بغيش تدخل تيقولوا لا تشدلي لي بيبي حيت شاف راجل صغيور ومرا صغيوره قالوا <سؤال> هادشي ديال لي بيبي وانا ماشي بيبي ما ندخل فينا هما دوك الطواليطات ديال الناس الكبار المهم هاد القصه هادي كنتفكرها حمزه بما انه ما شايفينش ما هادو المهم سيتي تري بيان المهم كنعقل على عاونونا بجوجهم كانت سوتنونس دو تيز ابراهيم في اكتوبر اي دونك جابوا معاهم شويه الحلوه من المغرب صيفطوا لهم الحلوه وهذا باش نديروا ديك حفلة سوتنونس دو والمهم تاوما واقفين ولابسين الكوستيوم والمهم اتاي مغربي وديك وابراهيم سوتنا التاز ديالو دوزو هو دوزنا وقت مزيان من بعد رجعوا رجعوا لان المدرسه غادي تبدا في سبتمبر وماقدروش قدروش يبقاو لي سوتونس دو تيز ديالي دونك سوتونس دو تيز ديالي كنت كنوجد لها ومستريسيا وعرتي راه واحد واحد تماره المهم ابراهيم ابراهيم شكل اخر ما تيستريسيش واخا كيخلي كلشي لاخر دقيقه ولكن هذا عندنا كاركتير تخي ديفيرون انا صافي تنحمق وتنحمق معايا الناس اللي دايرين بيا المهم بقات شي 4 جوغ السوتنونس وعمتي آه... الله يذكرها بخير عائشة اللي اللي عاونتني ميلي اللي باش نمشي لفرنسا جابت الماكلة معاها الطيابات ماشي زعما غير الحلوة <laughs> الله يذكرها بخير في هذا النهار جابت معاها الحلوة والطيابات و والضلعه البرايوات البريوات وداك الشيء باش نديرو فريمون سهره يعني عشاء و... المهم قبل ما تجي انا جو سي با شنو وقع لي واحد الليله كنحس بواحد الالام الام في كرشي ما عمري حسيت به قبل اي عايت... دونك عيط عيط لومبيلونس ابراهيم جاو داوني لوبيتال وديك الشيء واحد السيد تيقلب فيا قالوا اه هذه الزايده غادي غادي خصنا نديروا لها العمليه وديك الشيء وانا كنشوف ربع ايام باقا لي وكان ديالي وكنشوف في الاخر هادو جوج واحد فرنساوي وواحد ظهر لي اصله اصله مغاربي وجا لاخر ملي قلت له قلت له لا لا انا راه ما عندي والو انا راه غير جيت صافي حيت من بعد تهدن عليا الحريق وراه عندي شوت نص ديالي من دابا 4 ايام راه والو ما غاديش نبقى هنا المهم جا لاخر بقى تيقلبني قال لي وخليتها الصباح ونعاود نشوفه في الصباح بداو تيقلبو قال لي راه ما عندكش قال له لا لا, لا جي ولا والو راهي لحسات براسها مزيانه راه غتكون غير ستريس دار لها هادشي الشيء وكان راجل الله يعمرها دار هذاك الطبيب ما الاخر كان باغي يدخل يكزر يقزرني وانا كنت غنهرب من داك السبيطار <applause> المهم دونك خرجت خرجت وعمتي جات ودرنا السوتنونس دو تيز وكان واحد 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 المومون لان انا بالنسبه لي هذيك التيز باش ناخذ الدكتوراه كان هو حلم حياتي لان الواحد هذيك هي الباب الاولانيه باش يلا كتقول بسم الله وجبت استاذ استاذ الحسوني الله يذكره بخير عبد الله الحسوني اللي آآ آآ كان استاذ ديالي دي فيزيك تيوريك واحد السيد الله يعمرها دار وقت اللي كانوا قرايه كانت قرايه وشان المهم قلت له قلت للديريكتور دو تيز ديالي خصنا نختاروا الجوري المهم جبنا واحد إنسان واحد الانسان مهم من, من امريكا كان في الجور الجوري تيز ديالي كانوا فرنسيين وقلت له والو انا غادي بغيت نجيب الاستاذ ديالي اللي في المغرب حتى هو يكون في الجوري التاس <applause> واخا السوجي ديالو الدومين ديالو ماشي ولكن الا فيزيسيان بغيتو المهم باش نخلصو عليه ونجيبوه لفرنسا ويحضر ونكرمو <applause> وفي ديك السوتونس دو تيز المنظر الاخرين ما انا انا فريمون كنت كنت متوحشه متوحشه دون لو سونس انني قاصحه قاصحة المهم لحد الآن باقا ولكن شوية ماشي شوية بزاف تهدنت لأن آه القصوحية كانت عندي سيختو مع مع بنادم اللي تيحقرك وبنادم اللي ما تياخدوكش ما على تي محمل الجد وعرفتي احنا في المغرب راه عقلنا انا مثلا انا غادي نعاود نحل لكم قوس كنت كنمشي للمغرب مره مره على الوالدين الوالد ديالي ملي توفى وماما مرات الوالد الله يرحمها ملي توفات دابا شكون دخل المغرب دخلت في 2019 دخلت اون فيت ثلاثه المرات المغرب في عام واحد وهداك اكبر مره دخلت فيها المغرب ما, ما كنفكرش انا اول خويا كان عنده مشكله يعطيوه الفيزا ودابا ان شاء الله بما انني عندي اتصالات مع السفاره وديك الشيء جو كخوا با غيكون هو براسو اللي خدام دونك الحل هو انه يجي انا انا عندي علاقه خاصه مع خويا حمزه بحال وليدي مي واحد مي كيكبر كي ما كتبقى مي الوالدين الخوت الخا واحد الدنيا انا بالنسبه لي فهمتي اللي كيبغي يدير معك علاقه مزيانه وعندكم نفس التفكير مرحبا واللي ما عندوش الله يكمل عليه بالخير ما كاين حتى مشكل المهم دخلت ثلاثة مرات، مرة الأولى الأكاديمي ديال الحسن دو ديال العلوم الأكاديمية الملكية للعلوم عرضوا عليا باش نجي نعطي أون بريزونطاسيون على حنا كنخدموا على واحد لي زيزوتوب كنديفلوبيوهم باش كيقضيو يقضيو على الكونسير اللي يكون في ستيج فور وهادي غادي نعاود نحكي لكم عليها مرة أخرى اه نقدروا اه نخصوها اه فيها نشارك معكم شنو كندير في خدمتي المهم حنا غادي نلها بشوية بشوية المرة الثانية دخلت لأن خويا بغيت نشوفو وبما ان الفيزا كومبليكي وديك الساعات كان ترامب وديك المصيبه الكحله دونك قررنا غنتسناو حتى يمشي ترامب ودخلت مشيت انا وياه لاكادير واحد لا سومين دوزتها غير انا وياه تغازوت واحد الريزورت زويون دوزت معاه واحد لا سومين الروعه تالت في اربعة المرات تالت مره دخلت بينها وبين الرابع مره أنا وحده ثالث مرة دخلت لأن السفارة كان عندها ديك المهرجان اللي بزاف منكم ديك المون شات الفيفتيات anniversary اللي كيحتفلوا بالقمر انهم وصلوا للقمر ودايرين فعاليات العام كله مرتبطة بالعلم وديك الشيء ودونك عرضوا على دي, دي مغاربة اللي هما أصلا مغربي ولكن أمريكيين دونك عرضوا عليا مشيت درت بريزونطاسيون تفاعلت مع الناس وهناك فين تلاقيت في نجيب المختارين الناس اللي تعرفوا عليا على طريق نجيب وكنا بغي نديروا لقاء وملي كنت تما ولكن ما سهلش ربي دونك درنا لقاء ملي رجعت وتحيه للاخ نجيب وسمانا موراها كانت اون كونفيرونس حنا اللي حنا اللي منظمينها يعني شوف انا نقول داكشي باش ملي تنبغي نقول رايي ومن حقي نقول رايي وشوف راه الانسان انت اللي عايش في المغرب راه ما عندكش حق اكثر مني لان انا عشت في المغرب وصراحه هي كان انا راه تنجيب السمعه الطيبه للمغرب وغير داكشي تنعاون ولكن ما غاديش نقولها اللي باغ اكزومبل هاد الكونفيرونس هادي ديال لي زينيرجي رونوفلابل وهذيك اول مره تلاقيت فيها في هاد هذاك خينا سميتو الرباح ولا ما نعرف شنو انا ما كنتش كنعرفو ما, كنتش من ديك الوقت باش تكون شويه على المغرب اما قبل دوزت واحد 15 عام ما تنعرفش شنو في المغرب ملي مات الحسن الثاني وطلع محمد السادس ترجينا الخير من بعد صافي انا الا سمعت الخير على بلادي الله يكمل عليهم بالخير علاش غادي نبقى نفقص راسي وكنبغي نسمع عليهم حاجه مزيانه دونك من وقت هذا الرباح هذا بديت شويه مع دخلت المغرب والرباح هذاك الوزير ديال الطاقه بلا 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 المهم كنسمع شويه على شنو واقع حتى خويا ملي كنتكلم معاه اسبوعيا ما تيعاودليش على شنو واقع ما تيبغيش لان تيقول لي اختي انت راك مهنيك ربي كون بقيتي هنا في المغرب كون راك حماقيتي ولا شنو طرالك ولكن كما كان الحال شوف انا راه دوزت 22 يعني عام في المغرب وكما بقى الحال حنا زعما مغاربه ماشي واحد حيد عايش في المغرب يقول لك وانت ما عايشاش هنا وشنو علاش إحنا كنا مغاربه وداكشي اللي بغاو الاخرين الاعداء هما بيفرقوا بيناتنا هذا المغربي الخارج اللي عايشوا دوك المغاربه الخارج راه شوف انا بالنسبه لي بيان سيغ حتى انا تكرفصت وتعذبت ولكن مشيت باش نقرا كاينين مساك اللي تيحرقوا كل شيء وعايشين هذاك المتعوس اللي كيقول كي لهم راهم الا كلاو الطواجن راه غيديروا فايط مكلخ هذا خينا اولا الانسان ماشي على كرشو واش بنادم عايش على كرشو الانسان راه كتلقاه كيتقطع كي وما واكلش وما كيهموش وكيبدع راه الماكله ما حناش حيوانات اي حاجه يمكن تعمر لك الكرش وكلينا الطواجن وعينا وداك الشيء بعدا تيعلي لك الكوليستيرول وتيجيب لك الامراض المزمنه ولكن الناس مسكره تيخرجوه باش هو يجوع ويصيفط العائلة ما تاكل داك هذا الشيء اللي واقع والانسان في بلاصه ما سميتو نشجعوهم ونقدروا على كاين شي واحد كيخرج كي من الجنه كون كان المغرب جنه كون راه كنا جلسنا فيه واش واش ساهل على الانسان انه يغترب راه ماشي ساهل كنت كتشوفوا كلهم اللي كيبغي يبني ديورو في المغرب لانه ديما كيشوف مستقبله والتقاعد ديالو بين حباب هذا ماشي لوكا ديالي انا آه زعما صراحه انا نعاود لكم قصه ديال ملي ملي حصلت في المغرب انا بالنسبه لي صافي انا الدماغ ديالي سويتش على هذه البلاد انا امريكيه وهذه هي بلادي صراحه زعما الا جيت نختار بين الجوج ولو انها ما زعما الحمد لله مانيش آه الناسيوناليتي الاخرى هي روسيا اللي خصك تختار المغرب بلد مسالم وعندو علاقات متينه مع امريكا وتاريخيه وان شاء الله تكمل هكا ولكن باش نقول لك علاش انا كنت متوحشه لان لا ونسيت ما نقول لكم المره الاخرى اخر مره كنا نضمنا كونفرنس وفريمون نضمنا يعني كان صيف طول ملايين باش ن... باش لي زيتوديون يقدروا يجيو يحضروا ونخلصوا لهم لان عندك كونفرنس كبيره على لي زينيرجي رونوفلابل فيهم الطاقه الشمسيه وفيهم لي باتري وفيهم وفيهم وانا لابوغاتوار ديالي والاورغانيزاسيون اللي كان ماناجي من احسن يعني لي في العالم في البحث العلمي في لي باتريز يعني لي باتري ديالنا اللي خنا خرجناهم هما اللي في الشيفي فولت الصراحه الصراحه اليازامي اه على راسنا ولا عينا ولكن عندنا احنا علماء تمك منهم هذا خليل خليل امين من احسن العلماء في العالم اي دونك ومن غير داكشي بما ان في المغرب وهذا السيد خليل امين هو خدام على لي باتري انا يعني جو سوي باتري انا فيزيك ولكن كنظم هذاك الشيء في لورغانيزاسيون ديالي يعني انا خدمتي ماشي ماشي ندير لا غوشيرش ما بقيتش ندير لا غوشيرش بزاف كنديرها غير في الويكاند ديالي ولكن كنظم وكنقرر فين غادي نوجهوا لا غوشيرش وهاد لي ريشيرش مرتبطه بالعلوم كلها هادشي اللي عندي في لوغانيزاسيون ديالي من نانو تكنولوجي لي باتري لي الشيمي فكر فيها غادي تلقاها عندي في لوغانيزاسيون المهم هاد السيد هذا ديما كل عام وباغي اورغانيزي وحده غير تاجلت في عام 2020 2021 عاد فريمون عطيناه 10 مليون علاش لان بغينا هذيك الكونفرنس ملي غادي تكون في اكادير ولا في مراكش لي زيتيديون ساكن المغرب اللي ما عندهمش الامكانيات نخلصوا ليهم باش يجيو يسافروا يدوزوا واحد ثلاث ايام اربع ايام بالكونفيرونس يجلسوا حتى هما في لوطيل وكل مخلص ليهم باش يستافدوا من الكونفيرونس انا هذا الشيء اللي كيهمني اي دونك واحد عايش في المغرب يمشي يقول لي انت ما عايشاش معانا وشنو سمح لي الا انتم ما ما مغاربه العالم وعرفوا شنو شنو معنيتها ما باغيش مغاربه العالم راه 10% ديال الناتج ديال البلاد كدخلوا مغاربه العالم را وهما مغاربه خوتكم زعما الا بغا الا بغا تغيش وتقدروا هذوك المغاربه شنو مش بقى صافي نوضوا حرب اهليه ونتهنى بالعكس خصنا نتكاتفوا ونتحابوا ونتوحدوا وكما كنا ما كاينش مشكل كلنا كنحبوا المغرب وما كاينش تزايد نعرفكم كلكم كتحبوا المغرب ماشي حيت ما متفقيش مع مع حكومه ولا مع مالك ولا مع هذا راكم خوان لا ما إنتوش خوان من حقكم تتفقوا ما تتفقوش ومن حقكم تحاسبوا الناس اللي هما في المسؤوليه الا انت وخديتي مسؤوليه وعندك البوفوار انك تقطع وتحل وت... راه الناس يحاسبوك وانت بشر اي واحد حتى الملك بشر يمكن له يدير اخطاء واحسن لي غوفرنور والملوك هما اللي كيتقوموا ما بغيتيش دير اخطاء كون غير غير بحال في ف... انجلترا ولكن بما انك انت اللي واخد الشيء انت ما كاينش يعني خصنا نسولوك بكل احترام ما ما عنديش حتى حاجه ضد الملك بالعكس ولكن اللي كتجي تشوف الملك يحاسب علاش هكا وعلاش هكا وعلاش اتخاذ هذا القرار وهضروا مع الناس وفسروا للناس اللي ما فاهمينش باش يعرفوا بانكم أخذيتوا قرارات وكانت موراها مناقشات وراك سمعتوا صوت المواطن وهذا هذا الشيء اللي بغينا وابوف هذا كله راه آه 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 بغينا غير غير الاحترام وتعامل تعامل الناس بكرامه وما تحقرهمش والحقره في المغرب عندنا من كل شيء لان علاش هكا التربيه الحقره كتبدا تحقر من والديك والاب سيخطو الاب كيكون كي شاد قاصح وهذا وتيبدأ ينزل عليك يعني يصرفك وعاد يقول لك شنو درتي دونك ماشي كلهم اكيد ولكن حنا هكا تربيت في هذا الميليو ديال ديال طغيان وسمح لي واخا تكون الاب انا عارفه الله يرحمه الوالد ديالي تيحبني وباغي ولكن ماشي هذيك هي التربيه ماشي التربيه وتقمع الانسان مش التربية هو أنه ما تقدرش تناقش والدك لأن إلى ناقشتيهم ولو باحترام راك ما مربيش قليل الحياة لا في الأخر غدير شنو ولكن على الأقل يسمعوا لك لأن سي تخي زامبوغتون دونك باك تيحقرك والديك تيحقروك المعلم تيحقرك وكل شيء كل شيء كيحقر كل شيء مشيتي لسميتو الوظيفة كيحقرك البوليسي في الشارع غيحقرك أي حاجة دونك أنا كنت واقفة كان غنخرج الفلوس من مشيت للمغرب وما كنجيبش معايا الكاش باش ما يبقاوش يصدعوني دخلتي ولا ما دخلتيش ما تندخلش معايا عندي كارت كريدي كنمشي نخرج بها الكاش الا احتاجيته ولا ما احتاجيتوش راه ما عندي ما ندير به انا هنا نقول لك اخر مره قبضت الفلوس في يدي ما نعرفش شحال من عام حتى الا مشيت للمغرب غير لي كارت ما كتستعملش الفلوس ودونك واقفه المهم انا شوف دابا بيان سور انا ملي كنلبس كنلبس جين ولبس صندالات بيركن شتوكو تيشيرت عادي عندي انا ماشي ما كنبغيش نلبس الحوايج السوفيستيكي لان انا فيزيسيان ولي فيزيسيان مشومري و داك التشوميره اهم حاجه انك تكون كونفورتابل في حوايجك بيان سيغ نقيقيا وهذا ودو فالور ولكن الناس اللي ما تفهموش راه ما تيفهموش. المهم واقفه كنتسنى شد الصف واحد مورا واحد كيش كيدوزني وكيمشي وكيخرج فلوسو و وانا بحالي واقفه في الصف بحالي ما واقفاش بقيت كنشوف فيهم كنقول يمكن شي حاجه ما عاودك حازيت للصف قدام واحد السيد جا داك السيد شي ثلاثه د الناس هكاك وانا ندور لواحد اللي مراي غادي غادي يجي من قدامي قلت له سمح لي سيدي راني قابطه الصف من شحال دابا كيفاش هو يدور فيا هكا قال لي شنو شنو بغيتي قلت له كيفاش شنو بغيت خصني تنخرج في السوق قول لي انت عندك لاكارت بواحد الطريقه بقيت كنشوف فيه قلت له اه عندي لاكارت دونك شوف هاد, هاد المعامله كيفاش داير مشيت شي مره محتاجه بشي ورقه للمقاطعه وهذاك اللي واقف في الباب الشاوش والشموش شموش حنا ديك الساعات الظهور ولابسه الكاسكيت غادخل المقاطعة، بعد اولا كيتسحب لهم انا ولد الا ما الا ما المهم <applause> و تيقول لي اجا اجي السيزي حيد ديك الكاسكيت هاكا تيهضر معايا ها انت كيما وفرنسا هي فيها الحقره واحد النهار هنا راه ما عندهمش هنا سير مشومر شي وماشي مشومر راه اللي كيعرف بير كان شطوك الصندال راه راه را ماعرت بشحال من 200 دولار ماشي تشوميره ولكن هما ما كيفهموش تيخصك تلبس لهم ما نعرف التكشيطه ولا تزوق لهم ودير لهم الماكياج وتلبس لهم الذهوبات ذاك الساعه كيبداو فول كان كي انا صراحه ملي كنمشي للمغرب ما كنعرفش نسوق الطونوبيله ديال لان تعلمت في ميريكان واخا كان عندي سميتو بص... سميتو سميته... رخصة السياقة من المغرب ولكن ما ما سقتش في المغرب اي دونك ما تنعرفش نسوق مزيان داك الستيك شيفت تنسوق غير بالاوتوماتيك دونك فين ما مشيت كان كان الوقت اللي كنتي كتكري طونوبيلة اوتوماتيك تيعطيوك دوك الطونوبيلات كبار والله العظيم انا تنسوق الطونوبيلة دابا والبوليسي في الرمبو تيقرضف تيقرضف الطونوبيل وهو ما كيعرفني ما والو وتيقرضف تيكرد في الطنوبيل وإذا كنتي كنت غادا على رجلي أنا، راه غادي يجي يقبضني من قفايا ويقول لي فين غاد دونك هادي هي الحقرة. مرة أخرى، <applause> هادي آخر آخر حديث على الحقرة في المغرب، وهادشي أنا غير كنزور المغرب. مشينا لأسواق السلام، ديت خوتي باش يلعبوا، كان شي شي جيم هذا، كيلعبوا مثلا كتيري ولا هذا. جربت واحد السلوت ديال ديال هذيك اللي كتيري، حطيت فيها الفلوس وخدتهم وما ومرجعت مليش وما, وما خداماش خد المهم مشيت للجهه الاخرى جالسه كان المهم حطيت الفلوس وخوتي كيلعبوا واحد السيد جا غادي يحط الفلوس فيها في هذيك اللي ما خدامش وغتدي له فلوس وانا ندور له قلت له اشري فرا هذه راه ما خدامش عرفتي هو يضر فيا قال لي يا شنو انت غتفهم حسن مني ما <applause> فهمتش وانا بغيت عندي ندير فيه غير الخير بقيت يقول لي يا شنو انت غتفهم حسن مني وهذه قلت سيدي راه كنقول لك هذه مخ... آه تيبقى تيغوت عليا ايه وتي هذه هو خويا مهدي شويه هذا قال له تفهم حسن منك قال له لا اش كيفاش تفهم حسن مني فريمون شوف دابا تفهم أحسن مني ولا ما عرفتينيش شكون انا لا حول ولا قوه الا بالله كيفاش غادي كيفاش غادي تعيش في هذه البلاد بحال هكا المهم دونك دخلت اربع مرات في 2019 وكلهم المهم وحده على وجه خويا وان شاء الله دابا غادي يجي لعندي دونك ما نحتاجش ندخل والاخرى كلها لان مسائل غادي تبغي تعاون بلادك هذا هو ما انا شنو غ... شنو غنبغي نكون في المغرب نكون وزيره التعليم اعوذ بالله ما عمرها تخدم ما كاينش ما كاينش ما عمرها تخدم وانت كتشوف دابا حتى المغاربه حتى المغاربه ملي تعطيلهم لهم شي فكره شويه بشويه خليك في العيل مش بينك وبين السياسه لو وهذوك السياسيين اللي عندكم غزلان هذوك ناس رائعين لكم المشاكل ديالكم واش هي السياسه كل واحد من حقه يتكلم في السياسه هذه بلادنا بلادنا وحنا مسؤولين عليها كلنا والانسان يقول اللي يبغى شنو هو المشكل ما بغيتيش ينتقدوك الناس ما تكونش في مكان سلطه سيتو المهم دونك جات عمتي خرجت من لوبيتال جات عمتي ديفونديت التاز وفديك ديك التاز بما انني جبت الاستاذ الاستاذ ديالنا عبد الله الحسوني تحيه ليه من هنا كانوا الاخرين كيسولوني انا اش قلت لكم كنت شويه متوحشه لي مونبر دو جو كيسولوني وانا تنجاوب يعني زعما بعض المرات فهمتي بفخر واعتزاز وتنزيدهم وديكشي وتنجاوبهم هكا هادي وهادي, وهادي وكانت واحد الصديقه نعيمه الله يذكرها بخير كانت حاضره في التاز ديالي وهي اللي كتعاود لي يعني هذه الحكايه لان انا ما شفتش راسي وملي الاستاذ الحسوني كيسولني كان بقى نقول له هذه سي اون تخي بون اكسلونت كيستيون وكان بقى نجاوبه بكل الحنان والحب واخرين كيجاوبوني ذاك البريكاني والفرنسيس وزعما تنقول لهم كيفاش زعما تسولوني هذا السؤال هذا زعما راه بديهي واو والاستاذ ديالي حسوني حسيت به بحال الوالد الله يرحمه اي دونك الصديقه ديالي نعيمه استاذه نعيمه الخياطي كتقول لي راه كان فرق كبير راه تحسوني انتي كتهضري معاه بديك الحب والتقدير لخرين راه غادي تاكل اليوم، anyway. درنا التاز ودرنا الاحتفال في الليل آه في, في الدار ديال ميشيل مسكين عطانا الدار ديالو وعمتي جابت الماكله دونك خصها غير تسخن في الفو الشيء وكانت كانت حفله رائعه ورجعت عمتي بحالها أي دونك بدينا وجدو آه الوريقات ديالنا باش غنمشيو لامريكا بون ما كان مشكلة عطاونا الفيزا بدينا كنجمعوا حوايجنا وكانوا حاجه اللي بقات فيها صراحه كان واحد السيد يعرفوا ابراهيم خلى عنده كانوا عندنا بزاف كنت فين ما كنمشي للمغرب كنشري ديك الكتب الدينيه كل المجلدات الكبار وما كانش يمكن لان ليميتي في الوزن دونك خليناهم وما عرفناش السيد فينا هو المهم يخلفهم الله دونك آه وص... آه شنو وقع دابا ديك الساعات انا كان عندي س... كان عندي البورص ديالي وديك الشيء ولكن انا ماشي من النوع اللي كيخبي الفلوس ابدا والناس اللي تيعرفوني راه تعطيني الملايين راه غنخسرها لان المهم انا تتعجبني بحبوحات الحياه وديك الشيء اللي كنبغي كنديرو فلوس ما عنديش ما عنديش ديك الكونسيبسيون من نهار اللي كنت ولو تكون عندي مثلا ديك 50 درهم كنمشي نشري بها شي شوف دابا دا الماكله المغاربه كنمشي نشري بها شي جوج دجاجات زعما باش نتعشاو لان حنا نورمالمون في العشاء غتاكل داكشي اللي بقى لك بقالك في الغداء اي دونك كنمشي نشري جوج دجاجات ونشري الموناضه ونشري هذا ونجيبهم للدار وماما طيبهم في الفوغ أه دونك هذا هو اللي كاين ومشات داك 50 درهم ما بقى لي والو رحم الله ربي كيرزق من بعد المهم ملي جيت غنمشي أمريكا ما عنديش الفلوس هما هنا امريكا من اللي غادي يجيبوك راه غيخلصوا الطياره بالحق ملي توصل ملي توصل غتعطيهم لي غوسيو الطياره وغيرجعوها لك وكي ألسوك كيخلصوا لك مدة لمده اسبوعين حتى كتلقى فين كتسكن دونك هذا عادي إذا آه الا كنتي مثلا ساكن في أمريكا، وداك الشيء تيخلصوا لك الرحيل ديالك الا غترحل من شي مدينه لمدينه اخرى دونك قررت انا وابراهيم غنمشيو لامريكا هو ما كانش عنده آه ولكن كنا كان زعما متاملين في الله سبحانه وتعالى انه يكون عنده يلقى الخدمه اي دونك مشينا ما عنديش الفلوس ديال باش نشري الطيار الطياره ورقه آه الطياره لان داك الشيء كيمشي هكا كيجي كي كيمشي المهم كتعاون شويه الدار وهذا المهم الله يجعلو في ميزان الحسنات اي دونك مشيت عند ميشيل قلت له ميشيل غادي يشوف راه ما عنديش شل... باش يشري ورقه الطياره انا وابراهيم دونك عطينا دابا سلفنا نشري ورقه الطياره وملي غنوصلو راه غيرجعو لنا الفلوس ونصيفطهم لك مسكين عطاني عطاني الفلوس هذا الديريكتور دو تاس ديالي يعني. والله العظيم الى وصلنا لامريكا لو 6 نوفمبر 1999 وعندنا 150 دولار في الجيب فقط لا غير 150 دولار سبحان الله ملي كتجي تشوف شحال هادي 22 عام ولو جينا هكا في هاد البلاد حويجاتنا اللي على ظهرنا 150 دولار والمهم وعقل عامر بالعلم وقلب عامر بال بالايمان ومحبه تحقيق شي حوايج مهمه وامال واحلام هادشي اللي جينا فيها لهاد البلاد السعيده هادي ولا عمري في شي نهار في هاد 22 عام شي حد حقرني ولا واحد اكبرهم لاصغرهم شحال من واحد احترمني وقدرني العديد لا يعد ولا يحصى اي باش نقول لكم ابراهيم اللي جاء لهاد البلاد اللي هو المهم ما عمرو عاش فيها بحال اللي عشت فيها انا قبل مرتاح عاجبو الحال مرتاح راحه نفسيه ما كانش مرتاح في فرنسا المهم جينا وصلنا مشينا للوتيل دايرين لنا الريزيرفاسيون في لوتيل وعطينا طوموبيلات الكرا كيخلصوها حتى هي لانها في امريكا الا في المدن الكبيره الا كنتي خصك طوموبيل ما تقدرش تعيش بلا طوموبيل ما كاينش ترونسبور عادي بحال حنا اي دونك خصنا طوموبيل عطاونا طوموبيل الكرا حتى هي دو سمين. اي دونك شنو شنو كان خصني كان خصني انا من بعد ثلاث ايام نسافر نمشي لفيرجينيا إحنا دابا في شيكاغو نمشي لفيرجينيا ساعه ونص الطياره لان واحد ليكسبيريونس كانت غتبدا وانا بيان سور انا بوست دونك جابوني باش نخدم ليكسبيريونس غتبدا خصهم اللي يمشي يعاون ياخذ لي شيفت يشوف لي ديتيكتور يبدا ياناليزي لي دوني المهم انت ملي كتكون بوست دوك تدير اللي قالوا لك لان باقي ما عندكش لا ريشيرش ديالك الانديبوندونت المستقله كتكون خدام مع شي حد اي دونك خصنا نسافرو ملي خصنا نسافرو وقعنا في مشكله الحمد لله هنا تيشريو لك البيي دافيون ملي كتكون غتسافر في الخدمه كيشريو عندنا اجونس كتشري البيي دافيون ولكن كتصرف المصاريف وكيعطيوك مثلا كل نهار على حساب البلاد مثلا كل نهار 50 دولار 60 دولار 70 دولار مئة دولار على حساب البلاد وكيفاش داك البلاد فيها المعيشه ولكن ما لك حتى كترجع وكتاخذ واحد الشهر ولا هذا وحنا ما 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 كاينش دونك وابراهيم خصو يسافر معايا ما غاديش نخليه في لوطيل لأن لوطيل يلا دوزنا فيه ثلاث ايام وعندنا حنا دو سمان يعني غادي نرجعو ندوزو فيه مثلا سميتو 12 يوم اخرى ولكن كل شي يبقى هو هنا في لوطيل بوحدو خصو يجي معايا اي دونك مشيت للخدمه قلت لهم شوفوا دابا انا راه جيت وما عنديش الفلوس هاي كيبوك السعايه ودابا شنو بقى الشيف ديالي البوس ديالي قالت لي اه أو اوكي ما كاين مشكل وجرني من يدي جرني داني السكرتير قال لي قال لها شوف عطيوها شي افونس لان غادي تسافر دابا غدوز الشهر تما خصها عطاوني 3000 دولار افونس هكا كاش هاك بيان سور غادي لانك مي غترجع غتقول لهم شنو صرفتي في النهار غيحيدوها من داكشي، ولكن في بلاص ما يتسنى غيخلصوك حتى الاخر يخلصوك في الاول دونك عطاوني لافونس وبما ان ما عندناش الفلوس ابراهيم مسكين انا خديت الطياره لانهم خلصوها لي في الخدمه وابراهيم خدا خدا البوس دوز يومين هو في الطوبيس الطوبيس غادي من شيكاغو حتى ال نورفولك ولا بورت نيوز في فيرجينيا اي دونك دوز يومين وجا لحق عليا تما كانوا عندي كان عندي بيت في ف الغيست هاوس عندهم في ديك اللابوغاتوار واحد البيوتا كباي برين زويونين وعندهم واحد الاريا كبيره واحد المحل كبير كوزينه وصالون كبير وديك الكوزينه فيها بزاف بغيتي طيب تما لان يعني حنا كيكونوا لي شيرشور كيجيو كي كيجيو من اوروبا من 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 الجابون من كوريا كيجيو كيجلسوا تما وتيطيبوا في داك الكوزينه وكاين ثلاجه كبار دونك كتكتب سميتك على داك الشيء ديالك في الثلاجه ودونك كتلقى جروب ديال الطاليان كيتعشاو ها الباستا هذا جروب ديال الالمان كيتعشاو جروب ما جروب المغاربه انا كنت بوحدي في داك الساعات المهم كانت مزيانه دوزنا دو شهر دورنا دو ليكسبيريونس ورجعنا بحالنا ملي رجعنا بحالنا زعما هادو دي مومون اه رجعنا بدينا كنقلبوا على على فين غنسكنوا شي ابارتومون لقينا شي حاجه في نيبرفيل كي اون فيل زويونه صغيوره آه خمسة 25 دقيقه من من الخدمه ولكن زويونه دابا انا عندي فيها دار ولكن كنا كنا يلا كرينا فيها ابارتمون ودونك خصنا نردو الطونوبيل دابا شنو هي هذيك عاوتاني الطونوبيل انا باش نقول لكم القصه ديال هاد لي شوز اللي المهم براهيم انا في الخدمه انا في الخدمه وبراهيم في الدار المهم درنا لا شريت أو... شرينا اورديناتور باش هو راه جالس خدام في الاورديناتور كيقلب على كيشوف كي ويقرا ويدير وكان في الحقيقه بقى في الحال سورتو ملي رجعنا كيفاش انا كنرجع من الخدمه وكنعاود ليه شنو طرا ليا في النهار وهو جالس في الدار والله يعمر دار داك السيد وهذا في هذا رمضان الكريم هذا والو ما كاين لا هكا المهم شنو درت مشيت قلت له ما خصني نشري طوموبيل مشينا غادي نشوف الطوموبيلات ملي مشينا بيان حنا ما عندناش الفلوس آه ما كاين والو شنو غادي نقدر نحط في الطوموبيل دونك مشينا كنقلبوا كندخل يلا عند الديلر ديال الطوموبيلات وبانت لي واحد الطويوطا عجبتني زوينه كتمشي عشرين ألف دولار ثلاثين ألف دولار ملي تتقول ما انا الميزانيه ديالي 2000 دولار وهذا <applause> كيدوروك من مور داك الشيء اللي ما باينش اللي مخبي من اللور وتيوريوك شي طوموبيلات مساكن عياني المهم مشيت مشيت كنقلب لقيت واحد خمسة 5000 دولار ولكن باقي باقا زويونه انا كنسمي الطوموبيلات ديالي هذيك الطوموبيلا اول طوموبيلا ديالي فريمون سماها مبروكه كتاكل بزاف ديال ليسونس ولكن ليسونس عندهم هنا رخيصه انا مدخلاكم بزاف ديال لي ديتاي ولكن غير باش تخيلوا معايا المهم مشيت للبنكه حنا عندنا في ارغون عندنا بنكه ارغون كريديت يونيون ديال ماشي ديال لابو ولكن بنكه كتعامل مع مع الناس اللي خدامين في ارغون في قلب ارغون دونك مشيت وقلت لهم فوالا انا راه خدام اراني بوستوك عندي كونطرا ديال 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 تلت سنين اون جينيرال عام كل عام كتجدد عندي كونطرا تلت سنين ودابا بغيت شي 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 كريدي ديال عامين ولا تلت سنين بغيت نشري هاد الطوموبيله هادي <سؤال> المهم رانا وديك الشيء المهم مزيان لانني انا في ارغون اما كون كنت مشيت محل اخر لان ما تيعرفونيش لان هنا خصك يكون عندك ليستوار دو كريدي يعني هنا عندهم ديك دي دو كريدي زياده على لي كارت العاديين اللي كتخرج من الكونت ديالك عندهم بزاف لي كارت كريدي ودوك لي كارت كريدي يمكن لك تحصل عليهم الا عندك آه ليستوار دو كريدي مزيانه يعني خديتي لي كريدي وخلصتيهم في الوقت ومي كتكون عاجيتي ما تيعرفوكش مي بون ما كانش الأما... ما كانش المال كبير اي دونك خديت من عندهم خديت قرض اخر باش نشري لابتوب المهم تعاوناتنا ذاك البنك اي دونك خديت ديك 5000 دولار وهادشي مشيت بوحدي ما خديتش ما مشيتش ابراهيم ما كانش معايا مشيت شفت الطوموبيله عجباتني وقلت صافي هادي دونك مشيت ومشيت خلصتها وجايه صايقاها صايقاها وصلت لوتيل وقلت لابراهيم يلا يلا نمشيو نتمشاو شي شويه وكان رمضان ظهر لي دونك هبطنا كانت بشو شويه وقلت له كي جاتك هاد هذا دابا خصنا مازال ما لقيناش الطوموبيل وديك الشيء قال لي وربي غيسهل قلت له كي جاتك هادي قال لي زويون هادي وانا نعطيه السوات ما كانش كيسوق ذاك الساعات كنا غنطلقوا حيت كنعلمو السوق انا انا هادي كنا غنطلقوا كنتغوت وهذا وفي الاخر قلت له شوف هاي هي سير عندك صاحبك من بعد ملي ولا يخدم في ارغون عند واحد صاحبه سيري علمك فيها انا ما قدرش نعلمك السوق لانني فريمون ما, ما عنديش ذاك الصبر المهم خدينا الطوموبيل رحلنا عنا الدار كل شي هذا المهم وانا باقا كنمشي للخدمه ونرجع ملي واحد النهار مشيت عند الشاف ديالي وقلت له شوف راني ما ما عجبانيش الحاله هادي، انا كنجي للخدمه والزوج ديالي اللي حتى هو خد التاز ديالو جالس في الدار قلت له شوف انا كنفهم بان فهمتي ما غاديش ما غاديش غنبقى نقول لكم خدموه ما, ما تخدموش سيدي ولكن اعطيوه بيرو ولو اورديناتور بيان سور الكونيكسيون وتا هو معايا للخدمه ما تخلصوش غير يجي يبدا يشوف يخدم على شنو بغا المهم غير يجي معايا ويسمع لي سيمينير اللي كاينين في, في ديفيزيون يهضر مع دوت شيرشور وديك الشيء وديك الشيء المهم ما تخلصوش غير جيبوه وما بقاو تيشوفوا قالوا شوف نقدروا لان يعني سي ايليغال جيب واحد ما تخلصوش يخلصوه المينيموم سميك شو سي سبعة ساعات سبعة دولار في الساعه غير باش يتسموا انه ما يمكنش يجيو بلا ما يخلصوا غير باش يكوفريو راسهم دونك آه هي هذيك عطاوه بيرو واورديناتور وجا ودونك فرحت على الاقل كنجيو انا وياه في الطوموبيل وكنرجع انا وياه في الطوموبيل وهو داك الساعات كان لي جون اللي تيعرفوا شويه هذا كان بدا جيون فور

لينيرجي بلو باس داكشي اللي كندير انا وبقى خدام كيخدم معاهم وديكشي واحد السيد الله يذكرو بخير باقي معنا الجيري كان عنده شي خدمه باغي شي حد يدير له دي ديزاين و سيمولاسيون دي هذا تيقول له بشكون اللي تيعرف براين كان عنده شويه الفلوس قال له اجي تخدم معايا بوستوك هي هاديك دونك براين دوز ست شهور هو اقل يمكن اربع شهور هو خدام كيدير دي شوز من بعد كيسمع الناس محتاجين بهادي محتاجين هادو ماليش مش بديتي تيخدم مع السيد فابور السيد عجباتو الخدمه ديالو قال له يلا انا عندي بوستوك دابا شويه ديال الفلوس غتخدم معايا دونك حتى هو ولا بوستوك دونك باش تكمل 6 شهور تا ولينا بجوجنا بوستوك الحمد لله شوف دابا غير الفكره لان انا ما نمشي صراحه الخدمه ونخلي هو جالس في الدار وكنحس بالذنب لانه هو جا معايا من بعد دازت واحد الشهر الفرنسيين تحلت لهم بوزيسيون في ساكلي الكوميساريال لينرجي اتوميك بوزيسيون دو فيزيسيان باغين يخدموا شي حد بوزيسيون بيرمانونت ماشي بوستوك دونك اتصل بيا الديريكتور ديالي دو تيز وقال لي فوالا راه بغيناك بغيناك انت تجي تخدمي معنا ايوا دونك مشيت عند ابراهيم كنقول له إيه ابراهيم قلت له شوف ابراهيم دابا خلينا انا دابا حنا غير بوستوك يعني من دابا تلت سنين خصنا نقلبوا على خدمه اخرى هنا في الميريكان ولكن فرنسا راه عطاوني بوست بيرمانونت تعرف بيرمانونت في فرنسا بيرمانون نعس مع راسك هنا في الميريكان ما عندهمش بيرمانون تكون اللي بغيتي تكون الا إيه ما خدمتيش خدمتك مزيانه قدروا يجريو عليك سكو جيم دايور لان البيرمانون والله سبحانه وتعالى المهم كاين الناس اللي سي ديفيرون مي حنا هذه العقليه ديالنا البيرمانون آه يعني الدوله يعني المهم انا ما تتعجبنيش داك البيرمانون لان انا الا ما جبتلكش لا فالور في الخدمه اش غدير بيا وكاينين ناس كيكونوا كي مزيانين ومن بعد كتوقع لهم دي شوز ما كيبقاوش يبغيو يخدموا شنو دابا حيت انا خدمتك كانت عندك 30 عام وكنتي مزيان دابا تولي عندك 50 عام من 50 حتى 70 عام ما دير لي والو ونخليك انا داكشي علاش عندي العقليه ماشي عقليه ديال اشتراكيه ولكن اون ميم طون عندي فهمتي الانسان يتعاون مع مع الانسان ولكن بالنسبه لي مهم ان الانسان يدير خدمته ويديرها مزيان المهم بدينا خدينا ورقه وستيلو بدينا تنكتبوا لي بروز الحاجات المزيانين والحاجات الخايبين ديال امريكا وديال فرنسا بدينا تنكتبوا وابراهيم قال لي شوف صراحه إن انا واخا ان إحنا هنا بوستوك رحنا هنا هنا راه مطمئنين وعايشين مزيان وانا كنحس براحه ما كنتش عايش حاسه بفرنسا وبصح كون رجعت من بعد من بعد كانوا عوامل كثيره اول عامل أه أه انا من نهار اللي كنت وانا فرنسا ما باغاهاش لان تاوما هما حقارين انا واحد النهار مشيت لفرنسا دخلت الحانوت فهمتي وانا عندي الفلوس باغا نشري شي حاجه في الحانوت ويشوف فيا وحده خيتنا يشوف فيا قالت لي اه با فوتر تاي دابا تصور غير كنشوف فيها انا وخرجت هاد الدصاره وقلت الاداب هادي كنجري عليها انت عندك زبون داخل عرفتي غيشري لراسو غيشري لشي حد اخر غيشري لا شافت فيك هكا طلعت قالت ما عندناش الطاي ديالك ما عندناش السايز ديالك سير بحالك هاد الخامجين هاد المكلخين ومالوغوزمون هما اللي استعمرونا الخماج ديالهم حنا ضربو في عشرة تزاد لان حنايا والحقره يتوسى دونك انا ديك البلاد ما كنتش مرتاحه فيها وما كنتش كنتصور ان نولد ولدي فرنساوي وباصول عربي كيفاش غيتعاملوا معاه ولدي ولا بنتي بيان سيغ ما كنتش عارفه داك الساعه وابراهيم ما كان عمرو يلقى خدمه لانه هما بيان سيغ انا عطاوني خدمه لان ابراهيم راه واعر ابراهيم تبارك الله عليه الي تخي زانتيليجون يخدم الخدمه هو على دراعو دايرها وبدل السوجي من اللي كيدير الفيزيك دي <غاطر> ولكن ما فيش قوه كيخدم الخدمه بالسكوتيه ما تيهموش هو تيقول لك اللهم يديو لي ولا ندي ليهم حتى ملي كنقول علاش ما كتضربش على الصالير ديالك وهذا قال لي شوف الا خداولي لي شي حاجه في الدنيا راه ربي مخليها لي في الاخير انا المهم ان ناخذ شي حاجه اللي ما شوف السيد كيفاش شنقولك لك شي نيفو اخر وعقليه اخرى و... المهم قال لي هكا ترى انا ما مرتاحش تما وحنا كنشوفوا امريكا قلت لهم دونك الامريكانيين ملي ساقوا الاخبار راه فرنسا غادي تعطيني جوب قالوا لي لا والو غنعطيوك هنا جوب ما تكمليش ثلاث سنين ديال البوست ديك الساعات كان باقي ما كملت عام دوزو ست شهور اخرى كيصاوبو البابي ورجعوني بيرمانونت حتى انا والمهم ردوا البال لابراهيم لان الا بغيت نمي. المهم كان معروف بان خصنا نلقاو شي حل لابراهيم بيان سور ابراهيم دارها بدراعو وقصتو قصه اخرى خصني لكم لان لا كارير ديالو ما مشاتش في نفس الاتجاه ودار دي ساكريفيس على ودي صراحه ولكن الحمد لله حنا النجاحات ديالي هي النجاحات ديالو وحنا كلنا الحمد لله دايرين مزيان وربي كبير المهم قررت انني قول فرنسا لا عطيت ديريكتور دو تيز ديالي مشى عطله وعند بالو صافي راني غادي نجي وملي رجع وقلت له لا عرفتي ما هضرش معايا عام وما كيهضرش معايا وانا بقى في الحال لان ميشيل فريمون عندي عزيز الحق داز العام داز العام ومن بعد صافي المهم نسى وفي الاخر أمبوشا واحد خينا فرنساو قلت له محسن لكم كون رانا خديتوني انا, أنا امبوشيتوني تبقاو عليا اه هي هي جات خدات البلاصه الفرنساوي فرنساوي وسيدي امبوشيو الناس ديالكم بعدا حتى نتوما راكم في ال... في, ال... في ورا راه عندكم ل... سميتو الناس ما شو وديك الشيش شغاديروا بالمغربيه خلوني انا في هذه البلاد هادي المهم ديريكتور دو تيست ديالي ملي زارني هذه واحد العامين وهذه تي شافني فين وصلت و تيقول لي درتي القرار المناسب فرنسا لا عندنا الامكانيات ولا عندنا العقليه باش واحد بحالك وحده بحالك توصل لهذا المنصب وصراحه زعما الا في امريكا وانا راه كنقول لكم ما عنديش كنقولها كما هي بصراحة وربي شهد عليا لان تتعجبني الشجاعه صراحه اش غدير كاع الشجاعه هي اهم حاجه وما نكذبش عليك وما نخدعكش ونقول لك انا اون بلوس كنضرب مع الشيفان الكبار الناس اللي تحت مني كاع ما تنضرب معاهم مش كنضرب معاهم هادوك الكبار اللي كنوقفهم وصلت لهذا اللي وصلتوا اللي انتي وتنكريتيكي من نهار اللي كنت في ارغون تنقول لهم ارغون هادي ولات داري البيت ديالي العائله ديالي خصني نشوفها احسن لابوغاتوار في الدنيا وتنحيي حالهم وما ليش خائنه انتي خائنه وانتي مسلطين عليك وانتي بالعكس تيقولوا سمعوا لها وملي جات الفرصه هما عطاوني عطاوني موقع مسؤوليه ودابا ما تنهضرش نسد فمي لان دابا اش ننتقد دابا خصني انا نخدم وندير داكشي اللي ما كانش عاجبني كيديروه قبل وملي تيبداو الناس لانهم مخوفه حتى الامريكيين كيخافوا كيخاف كي على بلاصتو يخاف على فلوسو وعلى لقبه العيش تنقول لهم انا تنقول لهم راه كتعرفوني انا ملي كنت بحالكم جوست شيرشور راه كنت كنوط الزوز على الكحله ودابا لا ميم شوز كيما كنت كنسائل هذوك الناس اللي فوق مني قدام الناس راه عرفتي البشر 500 600 الناس والديريكتور ديالنا لابوغاتوار وانا ديك الساعات باقا باقا بروشه باقا ما, ما, عندي والو زعما ما, ما, ما وكنوقف ليه الوحيده اللي كتسولو كيدوخ ولكن داكشي باش هنا، لان الناس الواعرين تيبدا يشوف مع راسو شوف علاش كتقول هادشي ونايضة وكت لأن قلبها على هاد اللابوغاتواغ لأنها باغا الخير لهاد اللابوغاتواغ ما تيفكروش فيك اه عندها شي اجندة هادي راه ما عرفتش باغا دير راه محامية تكلاخ المهم دونك قررنا نجلسو هنا وجلسنا وكانت امور مزيانه وعطاوني ان بوست بيرمانون جوست ابري ملي درت شي عام ونص في البوستات اللي هو فريمون رقم قياسي نورمالمون خصك على الاقل دوز 3 سنين كاين اللي كيدوز 6 سنين اي دونك uh, صافي انا كنت باقا ايتوديون باقا بوستوك باقي ما ما وليت ستاف ستاف يعني بيرمانون اي نفكر بديت كنفكر شنو غندير المغرب شنو غندير المغرب كيفاش نقدر نعاون المغرب وانا باقا بوستوك يعني باقا لا حول لي ولا قوه ما عنديش البوستوك يعني خدام على على راسك مع الشيفان ديالك تيقولوا لك دير دير كت ومره مره كتبدا تفكر شنو انا كنبغي ندير باش نقدر ندفعو ويكون عندي غوشيغش انديبوندونت اول حاجه فكرت فيها قلت غنجيب شي اتيون من المغرب نقدو شوف دابا هادي وانا باق ديك الساعه شحال عندي 27 عام 28 عام باقى بوستوك وجاتني الشجاعه مشيت لعند الشيف ديالي قلت له شوف انا دابا راني بوستوك ولكن راني محتاجه بالمساعده وخصي دي زيتيديون حنا اوني ناشونال لاب ما عندناش لي زيتيديون لي زيتيديون كيجيو من لي زونيفرسيتي ما كنعطيوش حنا دي ديبلوم لان اوني ا لابوغاتوار ما كنعطيوش دي ديبلوم ولكن كيجيو عندنا لي زيتيديون يديروا البحوث معانا وكتكون كو سوبرفايزور يعني مثلا استاذ اللي كيدير لهم لونكادغمون في المغرب ولا في جامعه امريكيه ولونكادغور ديال لابوغاتوار كيكون في اللابوغاتوار قلت لهم فوالا هذه وانا راني باغا ان نجيب شي اطيديون يعاوننا في الخدمه وديك الشيء، وباغا محتاجه محتاجه بالبورس لي لان لي اطيديون لي غنجيب ما عندوش وما غيخدموش فاب اي دونك تقريبا شنو نقول لك شي ما نعرف شي 1700 دولار في الشهر من بعد لي طاكس لان هما قليل ما كيقدروش لي طاكس بزاف 1700 دولار واحد يكري ب 600 700 دولار يبقى له شي شويه ايش بيها ما ماشي خايبه اي دونك مشيت اتصلت بالحسوني الله يذكره بخير وقلت له فوالا سي الحسوني انا راه باغي نجيب شي اتيديون نشوف لي شي واحد مزيان وهذا وكم صنبنيو علاقات وديك شوفوا دابا انا باقي باقي ما حت... باقي ما سخنتش رجلي انا براسي باقي ما عارفاش راسي واش غادي نولي بيرمانونت ولا لا ولكن اللي كنت عارفه ان الا كملت ثلاث سنين و... و... وما قدرتش نلقى شي بوست غنمشي ندير شي بوستوك في هاواي باش نبدا نصيد بزاف لان داك الساعات معروف ان الطريقة راه ماشي هو طريق ديال اللغة نمشي ندير الصياده اللي كتعجبني المهم احنا كملنا الساعه ولكن نكمل لكم شويه سمحوا لي على التطويله ولكن دورا راه كله من نقاط مهمه غير باش تعرفوا باش تحاولوا تفهموا من المنطلق ديالي كيف كنشوف الامور المهم قال ليا راه عندي واحد ليتيودون مزيان ولكن راه فنيان راه قلت له ماشي مشكل المهم يكون مزيان المهم صيفط ليا اتيودون احمد حميده كان اتيودون ديالي وكان اكبر مني بعام ذاك الساعات المهم جا احمد وكان من اعز الاصدقاء ديالي حتى في الاخر ملي ملي مشينا شرينا دار المهم غنكمل لكم هذه القصه هذه جا سكن معانا المهم باش تعرفوا الزوج ديالي هذا ولد راجل كبر منا بعام انا والزوج ديالي مولودين في نفس العام وما كان عنده حتى شي مشكل يجيب يعيش معانا في الدار عايش معنا في الدار بحال خونا و... الله يعمرها دار احمد دابا راه شيخ شيخ في شيلي في, في ساوث امريكا تحيه ليه من هذا المنبر هذه بحال خويا عزيز عليا المهم جبته ودار معايا التاز ديالو ومشينا كنا كنديروا الخدمه في المانيا في ديزي في دارمشتات ماشي في دارمشتات يا ربي في هامبورغ ديزي في هامبورغ كنا كنمشيو نديروا لي زيكسبيريونس تما لان كنشوف كل محل في العالم طونك عندهم لاكسيليراتور اللي محتاجين به وسوتنا التيس ديالو في المغرب على الاستاذ الحسوني وانا كنت اوسي لونكادغور مع مع الاستاذ الحسوني ودار بوستوك من بعد في فرنسا المهم داز بممر في الحياه وهذا اول لي عندي اتوديون اخرى تاهي جبتها من بعد من بعد صافي ما بقيتش وكانوا عندي شي تجارب ماشي مزيانه المهم آه وصلت آه شنو وقع دابا في ديك الوقت باقي ما وصل عندي بوست بيرمانون عاد كيخدموا لي على الورق وقعت 9 11 كل واحد منكم كيفكر على الاقل اللي كبير اما اللي باقي صغير بتاع ما تكون شي حاجه مهمه مي آه في 2001 اجي بشو هذا الوقت كيفاش كيدوز 20 عام واو يمكن لي نكون كنهضر مع ناس باقي ما تولدوش لا حول ولا قوه الا بالله الواحد ديما كان كيحس براسو صغير جو سوي سيغ كلشي كاع الناس على الاقل اللي في سني ولا قريبين ليا الوقت راه تيدوز دغيا راه والو حل بشحال القوس ام القوس قالو دابا تكبروا تديروا بلا فلوس المهم وقعت احداث 11 سبتمبر وانا ديك الساعات اه كان كنت 2000 اه كنت قربت نولي ستاف المهم وقعات ديك الازمه وديك الشيء والواحد لا حول ولا قوه الا بالله الامور بدات كتعقد وبدا عاوتاني الميريكان كيركزوا على المسلمين بيان سور دونك انا ما ت... المزيان اللي في الميريكان اوسي انهم ما ما, ما بزاف على الدول انا كنقول لهم كنقول لهم شتو نتوما <applause> كنبدا نضحك عليهم تقول لهم نتوما راه خصكم تدير بلادكم حرب مع شي بلاد عاد كتبداو تعرفوها دونك نتوما كتقام عليكم تعلموا الجيوغرافي بثمن غالي حتى درتو الحرب مع العراق غادي تعرفوا شنو هي العراق وشكون رئيس العراق وشكون هذا ولكن من ديك الشيء ما تيعرفوش تتقول لهم موروكو كيما قلنا كيقول يسحب لهم موناكو ولا كيتسحب لهم المهم حيت كانوا انا مكسيكيه دونك ما كاينش اللي غيقرب ليا بيان سور لا لابس الحجاب وديك كاينين شي وحدين حماق تيقدروا اتاكي ولكن بون كانوا كانوا كيما الحال مسائل محدوده وفي حقنا حنا حسينا بال الله العظيم الواحد حس بال بالخجل هذاك الوقت اللي كنت كنخجل نقول لهم انا مسلمه ماشي كنخجل من الاسلام ولكن الصفه ديال ديال المسلم ما كانش ما كانش صفه مشرفه في ذاك الوقت كتحاول انك ت... المهم توريهم سلوكك بان راه الاسلام فيه وفيه سي فغي راه شحال جوج المليار الناس راه الا كان فيه غير واحد في المية ارهابي راه غيقتلوا الناس اللي في الارض كلها هادو ارهابيين كاينين في كل محل ولكن ملي كتكون بداك الكبر ديك البشاعه وداك ال... داك ال... نقول لك الايفو داك الشر راه بزاف على على اي دين الدين الا عونكش انك تحسن خلقك وانك تحب الاخر وانك دير الخير راه ماشي دين المهم حكايه في المانيا قبل ما من ما من نكمل لكم بعد 9 11 المانيا كنت كنمشي لها شنقول لكم اول مره مشيت لها الباسبور ديالي عرفتي شنو ذاك الباسبور المغربي كي كي المهم كتعطي باسبور بحال الناس الناس تيطبعوا لك الشيء كيقبطوا داك الباسبور المغربي حدهم تيقلبوه لان بيان احنا حنا عندنا من ديك من اللي من حدو كيقلبوا كيقلب معاه الوجه ديالو وهذي شفتها في محلات مختلفه دونك هذاك الالماني شاف داك هذا قلبو شافني وبدا تيهضر معايا بالالمانيه وانا ما تنعرفش الالمانيه قلت لي اي دونت سبيك جيرمان بقى يهضر معايا بالالمانيه غزوزما قلت له راه بقى تهضر حتى قلت له شنو بغيتي العربيه تو اي سبيك ارابيك انجلش فرنش اختار نو جيرمان ما تيقنيش وهو يبدا يقول لي بعد قال لي بالانكلي علاش جايه قلت له جاي جاي نخدم شفتيش راه عندنا اكسبيريونس هنا في هامبورغ جاي نخدم قال لي وكيتسناك شي حد برا قلت له علاش غيتسناني شي حد برا واش انا قاصر بقى كيشوف فيا قلت له شوف تيطلع لي شي دم قلت له شوف ما عجبكش الحال ما بغيتيش تدخلني رجعني الطياره الله على راح هنيتيني من الشهر ديال تماره ولي شيفت وتسهران الليالي صافي رجعني نرجع بحالي بقى كيشوف فيا وطبع لي باسبور وطلع حرام فريمون شنو نقول لك ولاد الحرام هو الحق راه اللي كيجيك دابا من داك الباسبور المصيبه علاش 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 عباد الله علاش والله العظيم داك الباسبور شنو نقول لك الا الا هذه واحد كيف 2010 مشيت ما عرفت مشيت لفرنسا كانت شي كونفيرونس وحاجة مشيت لفرنسا و... وباسبور مغربي كان باقي ما عنديش الجنسية والمهم انا كنتسناهم تاني عاود يقلبوا عليا وجههم ويديروا شي حاجة عرفتي راه مي كنوصل ديك الم... سميتو ليميغريشن وانا قلبي فريمون تخيس ستريس وجا واحد خينا تيشوف بحال هكا ويقول لي دابا حتى حتى ملي كنمشي بالباسبور امريكي تيقول لي آه, اه اه قال لي أنت دي ما قلت له اه قال يا مرحبا بك الاخت ديالي <applause> مرحبا بك في بلادك بقيت غير كنشوف فيه قلت له الله يبارك فيك ما عمري تحب انا دابا فرنسا ولات ولات بلادي ولكن كان ان غران شونجمون فيت بزاف الناس من اصول عربيه غيكونوا فرنساويين خدامين في ليميغراسيون حتى ملي كنمشي لابكوت اللي في ديزني ديزني وكاين سميتو عندهم الدار المغرب بيان يعني سيغ اللي مشى لديزني وشاف عظيمه هذيك المحل المغرب وكاين محل فرنسا اللي كتدخل له اغلبهم كتشوفهم كيكونوا كي بحال العرب انيوي anyway, في الميريكان اللي كتشوفوا بحال العرب راه غتعرفوا من بورتوريكو ولا ماشي عربي هنا ماشي ماشي بحال فرنسا المهم ملي كنمشيو نمشيو لالمانيا او تاني في المانيا ما كنعرفش نسوق الطوموبيلات هكا العاديين اي دونك ديك المقتهدو كانوا عندهم دي مرسيدس كبار وكان بدا سايق هذاك المرسيدس عتي من دار وكت... كتوقف في شي في شي سوبر مارشي وكتهبط كيبداو الناس كيشوفو فيك <applause> شاد الشمكره هادي اللي سايق دا... هاد دا... هذا المرسيدس كبيرة. المهم دازو دازو امور مزيانه من بعد دخلت المغرب هادشي وقع في سبتمبر في ديسمبر دخلت دخلت الوالد كان متوفي ولكن ماما الله يرحمها مرات الوالد دخلنا كنت كنحاول ندخل لان لابو كيتسد كي عندنا في واحد لا سيمين في, في ارغون في ديسمبر اي دونك كي خصك تاخذها بزز منك تاخذها ما كتبغيش تضيع هذه ما خصك تاخذها عطله اي دونك دخلت المغرب دخلت المغرب خوتي بيان سور ديك الساعه الوالد توفى وهما حمزه كان عنده 15 عام مهدي عنده 20 عام المهم سي مهم هما ولاد وانا اختهم كبرتهم وكيحترموني دونك خصني ندخل الوجود ديالي مهم باش المهم تموتيفيهم مالوغوزمون حمزه خرجت هو عنده سبع سنين يعني ما خدمتش معاه بزاف مهدي خدمت معاه وطلع المهم طلع صحيح را تبارك, الله تبارك الله عليه انجينيور في لانفورماتيك حتى حمص تبارك الله عليه راه هو اللوير ديالنا تيدير دي دار الدغوا وراه تبارك الله عليه في, في بوزيسيون مزيانه كيشرف الحمد لله المهم ذاك الوقت ملي دخلت مشيت للدار البيضاء باش نحط الباسبور ديالي لان ديك الساعات حنا تيعطيونا كونطرا بعام بعام طونك جلستي في الميريكان ما تحتاجش دير لا فيزا لا والو الفيزا كتحتاجها باش تدخل للميريكان مي سوبوزون انا عطاوني فيزا كتسمى جي جي ان ديال ديال ليكسشينج وهذه قصتها قصه كيفاش خصك ترجع البلاد كعامين وكيفاش كانت عندي داك الحريره اللي نعاودوها مره اخرى المهم هذيك جي ان كيعطيوها لكون كون في, المغ... في امريكا العام الثاني غي... عطاوها لي عام الاولاني ديال 99 ألفين العام الثاني تسالات في, أوكت... في, نوفمبر اي دونك ملي خرجت من كان يمكن لي نجلس في امريكا ثلاث سنين لان طونك كيجددوا لك ال... الاقامات الاقامه ولكن ملي كتخرج من امريكا خصك تطلب الفيزا وهذيك هي اللي فيها 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 الريسك انهم يخلقوا لك المشاكل والناس اللي كيعطيو الفيزا في القنصليات مستقلين يعني لا شي حاجه يقدر دونك انا مشيت مشيت للصفاره عطيت لهم الورق ديالي وديك الشيء باش يعطيولي الفيزا المهم داروا معايا الانترفيو ولو وانا انا جالسه في امريكا وديك الشيء المهم قال لي واش كدير وقال الفيزيك فيزيك نوكلير ويقنشو يا يعني ليت ما قلتلو الفيزيك نوكلير قلتلو شي حاجه اخرى المهم قالوا لي ارى الباسبور ديالك وسير راه غادي خصنا إحنا بوزاره الخارجيه ونتصلوا هذه وما نعرف الانفستيغاسيون الاف بي اي وديك ومن وملي عطاونا الضوء الاخضر غنعيطوا لك باش تاخذ الباسبور ديالك والفيزا عرفتي مشيت دازت السيمانه الاولى والثانيه والثالثه والو المهم انا ملي جلست في المغرب ودابا لحد الان باقا كنحلم مرة, مره 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 في ست شهور ولادة هذا انني واحله في المغرب تصور على على احساس خايب ان هديك بلادك ولكن كيجيوك دي كوشمار انك تكون فيها وما تقدرش تخرج ديما كان حلم بهذا الحلم هذا لان ذاك الوقت اللي كان حس براسي وشنو زعما نقدر نجلس هنا في المغرب وما نرجعش لامريكا وشنو غيوقع داك الساعات اي دونك ما كنتش كنعس في الليل هذا احساس رهيب ان الانسان يكون خايف يبقى واحد في بلاده وشوف دابا هذه المصيبه انا كنقولها كنسمعها كيفاش كت هاو ات ساوند كيفاش كتسمعوها نتوما مصيبه كحله المهم بقيت كندور بحال هكا قلت ودابا ربي جابني لهنا لي 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 غايه لهدف شنو هو الهدف ديالي درت كنلقى خويا حمزه كان مسكين ديك الساعات في الكاتخيام يماني، في البغوفي مضعضع اه كاين شو الشيء الشي مضعضع ومسكين بقى بوحدو ما كاين لا توجيه لا والو انا خرجت بكري ماشي بحال مهدي انا كنت مهدي شديته مزيان وقبضت الامور قبضت الامور كما ينبغي حمزه مسكين ما بقى بوحدو وصل كاتخيماني لا عربيه لا فرنساويه لا مات لا والو قلت له جاي ولكن لو تخيك هو ان بديت كنسولو على القرايه وكنت كنتظر منه كاي مراهق عنده 14 عام يقول لي أه لا سافا وهذا الشيء هو جا عندي وتيقول لي اختي كوثر راني زعما قلت له زعما واش انت منفتح انني نساعدك لانك راك كبرتي دابا عندك سبع سنين قال لي آه قلت له سير جيب لي كاع الكتوبه ديالك والمقررات ديالك وانا جالسه هنايا ربي ظهر لي جابني على ودك جيب لي القرايه ديالك وديك الشيء وبديت كنشوف المات وبديت كنمتحنو شي شويه قلت له وليدي المات ما نقدرش نعاونك في الشهر هذا مش عليك الحال دونك طيب انت هاد اني ان شاء الله نجحتي ويسر عليك ربي غتكون ادبي حيد عليك هاد الماط فهم هاد الشيء البسيط باش على الاقل ما تجيبش زيرو ولكن ما عندي كيفاش نعاود نقريك داك الشيء اللي دازك دونك طيب هادي اتفقنا عليها قلت واش نشوفوا العربيه كيفاش كتقرا النصوص التاريخ والجغرافيا التربيه الاسلاميه وبديت كنعلمو قلت له شوف كتقرا النص بحال هكا قريتيه تا وفهمتيه مزيان وغادي تمشي وغادي تحاول تكتبو نتا بطريقتك غتكتبو بطريقتك ملي تكتبو بطريقتك رجع شوف شنو النص شنو فيه وشنو نسيتي فيه والنصوص خصك فريمون تهايلايتي الامور لان ملي كتكون كتكتب شي نص التاريخ ولا خصك تستدل خص مسائل معلومات خصها تدخل ماشي غير الهضره ولا اللغه العربيه الفصيحه خصك تقول لهم معلومات وفي العربيه خصك تشهد انك الا قريتي كتاب راه ديك القرايه جات من ذاك الكتاب المهم علمتو شويه الطريقه باش باش يخدم وجلس يخدم فريمون كان عندهم امتحانات في جونفي دايوغ هو كان فريمون من القسم بعد ديالهم ديجا شي با جاب 11 في المعدل في ذاك في ذاك الدوره ويمكن كانت اول نقطه الاخرين كلهم مضعضعين كان كيقرا في عبد السلام السايح ودونك الاساتذه قالوا له زعما ما فهموش كيفاش هذا التحول هذا وقع وبيان سيغ كاين اللي فيهم قراني دونك ملي قال لهم راه اختي جات وديك الشيء من ديك الوقت حمزه وتبدلت له الفكره ديالو على على نفسه على قرايته على مستقبله ونجح في الكاتخ اني المهم بديك المعدل هكا في السانكيام اني مشى دار ادبي تقاتل وكيبدا هذا والبعد حتى نظر معاه لا سومين اللي فات يقول لي اختي راه ملي كنت كنشوف الناس كيفاش كانوا باش فايتيني باميال اي دونك بقيت بشويه كنتقاتل ما كانش كيعرف الاهميه ديال المكتبه وانك تمشي ودير ابحاث وتقرا اي دونك ما عمره سقط كينجح حتى في الباك نجح بعد دار حقوق الحمد لله ولا تيجيب دي مونسيون في الكليه دار الماستر بامتياز الحمد لله خدام في ال... ما سميتها الهاكا السمعي البصري هو اللي مكلف لهم بكاع بالمسائل اللي متعلقه ب ب, ب... ب... المهم اللي كيكونوا عندهم شي قوانين كاع متعلقه بالقوانين تبارك الله عليه شاف دو جروب صغر مني ب 15 عام باقي صغير تزوج والزوجه ديالو الله يكمل عليها بالخير حامل دونك وليدي الصغيره وانا غيولي عندي ماشي ولد خايا ولا عندي حفيد ديالي انا طولت عليكم بزاف ولكن من بعد شنو وقع الناس د امريكا والشيفان ديالي كان عندي واحد البروغرام تري امبورطون كان خصني نمشي ندافع عليه باش يعطونا الفلوس اي دونك اه كان خصني نجي ولا بدا شي كان فيضغي. ايوا نوضوا الحيحه اتصلوا بوزاره الخارجيه وتقولوا واش نتوما حماق نتوما غضيعونا فيها الا بقات تما فرنسا باغا راه داروا لهم الحيحه دونك في التليفون اجي خد الباسبور ديالك خديت الباسبور ديالي ورجعت لامريكا وهذه كتر من ساعه وانا خصني نمشي نصيد شي شويه ديال الحوت لان دابا البحر طالع أه... غادي نتلاقاو ان شاء الله السيمانه الجايه غنكون رجعت للدار ان شاء الله نكملوا القصه وسمحوا لي الا دوختكم وديتكم هنا وهنا ولكن كنبغي غير نعاود لكم زعما ماشي غير الاحداث ولكن حتى النفسيه ديالي اللي كانت نتمنى ما تكونش هذه الحلقه ثقيله عليكم وان شاء الله نتلاقاو الاسبوع المقبل الى كان في العمر بقيه تهلاو في راسكم وكونوا اقوياء باش تحققوا الاحلام ديالكم كما قالت في الاغنيه في ام وما نيل المطالب بالتمني ولكن تؤخذ الدنيا غلابه تهلاو في وشهر مبارك كريم والسلام عليكم ورحمه الله